ندى ندى في يا محمد؟ حوده جه اهو. بقول لك ايه، تعالي نروح له ونشوفه كان فين. طب يلا بينا. يلا بينا يلا. محمود كنت فين؟ انت كنت فين؟ ها بقى لك 8 ساعات. ثواني بس يا جدعان، ثواني هاخد نفسي بس. ايه لقيت مشتري؟ انا مستغرب على حماده، والله مستغرب. ليه؟ ايه اللي حصل؟ يعني احنا كنا قاعدين فاضيين في البيت صح؟ أيوة. كان يعلمني الشغلانه، كنت ثواني فهمت بدل ما التعب اللي انا بتعبه على الفاضي دوت. فهمنا ايه اللي حصل؟ الف عمال الف عمال الف عمال الف وفي الاخر حطني في ازمه. ايه اللي حصل؟ ايه هي الازمه؟ والله حطني في ازمه يا جدعان. ايه هي الازمه؟ طيب تعالوا عشان يبقى الكلام قدام اختكم، تعالوا تعالوا. تعالى تعالى اتفضلي. مالك يا محمود يا حبيبي؟ في ايه؟ اتفضلي. ايه الترابيز دي كلها؟ معلش محمود بس قال لي تربيز يعني عشان نحافظ على الحاجه دي، الحاجه عندي برضو بفلوس كتير. ها ايه الموضوع؟ ايه هي الازمه محمود؟ ابوكي حطينا في ازمه. ازمه ايه بس يا محمود؟ اتكلم في ايه يا حبيبي؟ نزلت وانا عمال الف. رحت لتجار كتير قوي كتير. كتر الف خيرك يا حبيبي. طب وبعدين؟ قالوا لي 10 مليون جنيه البضاعة ب 10 مليون جنيه بس. 10 مليون جنيه؟ لا بابا قال 20 مليون. ابويا قدرها وقال 20 مليون، يعني لازم تتباع ب 20 مليون عشان انا ورثي ونصيبي 5 مليون. احنا عايزين 5 مليون جنيه بتوعنا. يا جدعان افهموا يا جدعان، انتوا مستعجلين ليه؟ بقول لكم لفيت على تجار كتير قوي، في واحد موافق لو يدفع 20 مليون جنيه موافق. وبعدين ده عمره طيب. يلا بس في مشكله. ايه هي؟ الفلوس هناخدوها بعد ما يبيع البضاعه. ايه ده؟ يعني ممكن البضاعه تطير مننا. ايوه ممكن ينصب علينا طبعا. ايوه المجهود إيه اللي في ايدينا؟ ال10 اللي في ايدينا ال10 ال10 نستنوا شويه لحد ما نجيب 21 مليون. وعاوز اقول لك على حاجه. قول قول يا حبيبي. كده كده اختكم مش عاوزه الفلوس صح؟ اه يعني ال10 مليون هيتقسموا على التلاته، كل واحد تلاته وشويه. يا محمود يا محمود، سلمى دي عامله نفسها طيبه. انا مش عايزه تدي فلوس حرام. اول اللي حابب ما هتشوف الفلوس كده قدام عينيها هتعمل ايه؟ كله يا ده انا عايزه الخمسه. كله بيضعف. انا عايزه نصيبي وحقي. كله بيضعف قدام الفلوس. وبامانه كده انا مش متنازله على ولا مليم من الخمسة مليون بتوعي. انا قلت لكم بقى الحكايه اللي حصلت معايا. شوف انتوا عاوزيني وانا معاكم في اي حاجه. يا جماعه يا جماعه ما تسمعوا كلام محمود، ده كتر الف خير وحبيب قلبي ان هو نزل وعرض نفسه للخطر. انتوا مش فاهمين، 10 مليون 10 مليون، المهم يبقى معانا فلوس. لا انا معاكم. طب فكروا. طب بص يا محمود، فكروا ما تستعجلوش في اي قرار. وانا مستنيك. أيوة وانا بنتظركم. صح، كتر الف خيرك يا حبيبي. ماشي يلا بينا يا محمد. تعالي بس. مع السلامه. مع السلامه. لفيت لفيت. تعالى هنا، انت حمستني ليه في ايديا؟ وبعدين ايه حكايه ال 10 مليون دي؟ ما تفهمني الحكايه. تعالى بس تعالى يا ابو مختار، تعالى افهمك كل حاجه. ماشي. على مهلك يا محمود. بقول لك يا محمد. ايه؟ محمود ده مش سالك، وانا مش مصدقاه في ولا كلمه. وعلى فكره بقى انا لمحته بيغمز لاي اختي. محمود ده اصلا كذاب. ده قبل كده استلف مني 1000 جنيه وقال لي والله ما خدت منك حاجه. طب بقى انا عايز اقول لك على حاجه. قول. انت قاعد كده ما بتعملش حاجه خالص، انت مش نفسك تمسك ال 5 مليون في ايديك؟ نفسي طبعا. ما تنزل تسعى كده، روح اقعد لك على اي قهوه كده وصاحب لك اي حد، اقول له تعرف حد بيبيع مخدرات، حد بيشتري مخدرات، اتحرك كده يا محمد، انت مالكش لازمه كده. حاضر حاضر. حاضر ايه؟ يلا انزل. هنزل. بقول لك ايه، تقف في البلكونه، اوعى محمود ينزل بالشنط. ما تخافش انا مش هسيب البلكونه، بس اتحرك يا محمد وانا نفسي امسك الخط. صح صح في البلكونه. انت بتقول لنا الكلام ده؟ يلا محمد انزل يلا. حاضر. يا رب يا رب يا رب اي حد بقى يجي يشتريهم ب 20 مليون، نفسي امسك ال 5 مليون في ايديا وحقق احلامي يا رب. فرنسا فرنسا. ايه يا احمد؟ الحمد لله يا فرنسا، الحمد لله لقيت المشتري هيدفع 20 مليون جنيه على الترابيزه مره واحده كده. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا مد كريم يا رب، الحمد لله. بس اقول لك ايه، ابوكي مختار باشا سمعته ايه؟ شبه الجنيه الذهب.
كل لما اقول لحد البضاعه بتاعت مختار مش عارفه يعمل ايه هاخدها وبقى التجار يتخانقوا مع بعض، انا عايز اخدها وده عايز ياخدها. بجد يا حبيبي؟ ابوك كان عامل سمعه حلوه قوي، كان عامل سمعه حلوه. قول لي انا هغير هدومي، تكلمي اخواتك 10 دقايق وقول لهم نتقابل تحت في الجنينه. حاضر يا حبيبي. ماشي حاضر. يلا بينا. تعالي اتفضلي يا ابو مختار. قول لي بقى يا محمود ايه الموضوع بالظبط؟ اقول لك انا رحت لتجار المخدرات. ايوه طب وبعدين؟ اول ما عرفوا ان انا حمايه مختار باشا عارفه عملوا ايه؟ ايه؟ مش عاوزين يسيبوني ويرحبوا بيا، مش عاوزين يسيبوني خالص. ايه ده بجد يا محمود؟ كان بيحبوه قوي، كان بيحب ابوكي قوي. يعني على كده بقى دي مش اول مره لبابا، بابا فعلا كان بيتاجر في المخدرات؟ ايوه. كله لما عرف البضاعه بتاعته كله يتمنى ياخدها. ايوه كله يتمنى ياخدها ويدفع ال 20 مليون جنيه. على كده بقى بابا سمعته كانت حلوه قوي كده بين تجار المخدرات. يا نهار ابيض، انا اتعرفت على ناس والايام الجايه هشتغل معاهم كمان. تشتغل معاهم كمان؟ ايوه هشتغل. طب وبعدين هم عرضوا عليك كام اصلا؟ 20 مليون جنيه. 20؟ ايوه. طب انت ليه قلت قدام ندى ومحمد ان هم 10 بس؟ عشان الباقي لينا احنا يا آية. ايه؟ الباقي لينا ناكلوه احنا هاي. يا ابن اللعيبة. عيب عليك. هو ده الشغل. ايوه كده انت. عيب عليك. عاوزين نعيش في العز. يعني انا هتعب وابيع البضاعة واتبهدل نفسي وفي الاخر ياخدوا زينا. ايوه ومختار مختار الصغير يتولد في العز كده ويعيش طول عمره باشا ابن باشا زي ابويا مختار باشا. يتربى في عزه. محمود ابويا متوفى يا محمود عبد. ايوه ايوه الله يرحمك يا حمايا. ايوه الله يرحمك. الله يرحمك يا حبيبي. في العز. ايوه يتربى في عزه. يا محمود عيب لو الجيران سمعونا يقولوا ايه؟ تعالوا صوتنا. يلا يلا. يتربى في عز مختار عزه. يتربى في عز حمد عزه. يا انا فرحان ومبسوط قوي. خلي بالك فرحان قوي. انا فرحان قوي. ايوه الحس جاي علينا جاي جاي. ايوه كده. بس انا برضو زعلان من ابوكي في حاجه. طب ليه بقى؟ خليه يعلمني الشغلانه، خليه يعلمها لي. ما انا قاعد مرمي في البيت فاضي. اهدى اهدى بس، مش انت بقى بتقول ان بابا سمعته كويسه وزي الالماس؟ بس في حاجه برضه ناقصاني دلوقتي. ايه؟ انا عاوز اعرف كان بيجيب البضاعه دي منين. ما يخصناش كان بيجيبها منين، مش انت اتعرفت على التجار؟ اعرف بقى المداخل والمخارج وبيجيبوا الحاجات منين وبيبيعوها ازاي. صح ولا مش صح؟ عاوز اقول لك على حاجه. ايه يا محمود؟ يتربى في عزه حمد عزه. ايوه قوم حضري لي حاجه يلا بسرعه ميت من الجوع. قوم في ثانيه احضر لك. حاضر. امال فين سلمى النار؟ انا بصراحه كلمتها وقلت لها انزلي تحت وهي ما ردتش. طب ابدا الموضوع. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي جبت لكم مشتري وهيدفع 20 مليون جنيه على الترابيزه كده مره واحده. بجد يا استاذ احمد؟ ايوه تمام موافقين. أيوة، ايوه طبعا موافقين. ايوه موافقين طبعا. انا عايز اقول لكم على حاجه. الحاج مختار الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كانت سمعته في السوق شبه الالماس. التجار كلها يتمنوا ياخدوا البضاعه بتاعته بس. الله يرحمك يا حمايه. الله يرحمك. وباذن الله لو البيعه تمت وكل واحد فيكم اخذ نصيب، وانت 5 مليون وانت 5 مليون وانت 5 مليون وسلمى ال 5 مليون، طالب منكم طلب بس. سلمى مش عاوزه الفلوس. سلمى مش عايزه الفلوس. سلمى دي لو شافت ال 5 مليون قدامها هتقول انتوا ضاحكين عليا، انتوا بايعين ب 40 مليون وكل واحده فيكم واخده 10 وضاحكين عليا ومش هتدوا لي الخمسه الفاضلين. كل قدام الفلوس بيضعف. بص يا محمود احنا مالناش دعوه، احنا ندوها الفلوس بتاعتها وهي تعمل فيها اللي هي عايزاه، تولع فيها توزعها ترميها من البلكونه، هي حره. هي حره. بس انا طالب منك طلب يا فرنسا. اتفضل يا باذن الله اول ما تاخدي نصيبك عايزك تعملي كده صدقه جاريه على روح مختار باشا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا احمد. اتفضلي. ال 5 مليون جنيه يا دوبك هيظبطوا لي حياتي. وانت؟ لا بص بقى، انا لحد ما اولد كده وبصراحه بصراحه يعني مختار الصغير عايز اعيشه في عز كده عشان يبقى باشا ابن باشا زي مختار باشا الكبير. وانت يا ندى تعملوا صدقه جاريه؟ بصراحه يا احمد ابويا لو كان عايز يعمل حاجه لنفسه قبل ما يموت
كان عملها، بس هو ما عملش لنفسه حاجه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، برافو عليكي والله جدع. الله يفتح عليك، الله يرحمه، الله يرحمك يا مختار باشا. خلفت يا مختار باشا، الله يرحمك. بص بقى، انا عايز دلوقتي كله يصحصح معايا، تمام؟ تمام. احنا هنقابل المشتري دوت كمان ساعه. تمام. بس عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا مش رايح معاكم. ليه يا محمود؟ ينفع كده تسيبني لوحدي؟ خلوني هنا برضه اقول لكم الجو من هنا. طيب الجو ازاي يعني؟ يعني خلي بالي من هنا. روح انت واديني نصيبي، بس عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا نصيبي معروف 5 مليون جنيه، طالما انت جاي بقى المشتري وطبعك انت، الخمسة مليون جنيه منزومين منك انت، انا ماليش دعوه بحد. تمام؟ تمام. وانا اقعد هنا مش جاي معاك. وانا الناس اللي انا بتعامل معاهم ديت، انا الناس ديت انا واثق منهم. احمد لو سمحت، المشتري ده ما ينفعش يجي هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، واحنا نجيبوه هنا ليه؟ ونشبهه المكان بتاعنا ليه؟ وانت كده اما يجي هنا يبقى بتعرفيه مكان الفلوس فين؟ عندك حق يا استاذ احمد. صح ولا ايه؟ صح. احنا ناخد الفلوس ونمشي بالعربيه، ما يعرفش احنا نودي الفلوس فين؟ صح. يلا بينا كله مصحصح معانا. أيوة. يعني انت مش جاي معانا التسليم؟ لا مش جاي معاك. يبقى معانا 1 2 3 4 5. يلا بينا. بص بقى اقول لكم ايه، احنا هنا هنشرحه. تمام. تمام. اول حاجه هنا ده سور الفيلا بتاعتنا. تمام. ماشي. الشرط طبعا عند محمود. محمد انت هتقف على سور الفيلا يا محمد. ها هتلاقي الجو من بعيد. وعبال ما انا ما احط الشنط في العربيه. تمام. احطها في شنطه العربيه. ماشي. انتوا الثلاثه، انت تطلع من الشباك اللي ورا، وانت تطلع من، وانت تطلع من الشباك اللي ورا، وانت تطلع من فتحه السقف. اطلع من عينيكم. عينيكم صحصحه، عينيكم في نص راسكم. يا استاذ احمد احنا في ظهرك، ده حقنا ونصيبنا، ما تخافش احنا في ظهرك. ما تقلقش من حاجه، كل واحد فينا هيعمل اللي انت قلت له عليه بالظبط. خلاص تمام. اول ما نركب العربيه هنجري على طول، مش عايزين حد يوقفنا. خلاص. حلو الكلام. لحد ما نقابله الناس عند نقطه الف. تمام. تمام. سلم واستلم وناخد فلوسنا ونعيش حياتنا. يا رايكم بقى؟ ايه رايكم في الخطه السهله دي؟ حلوه قوي يا استاذ احمد. بس كده ربنا يخليك لينا يا احمد. احنا في ظهرك يا استاذ احمد. اقول لكم ايه؟ ابونا ده كان بيحبنا. ايوه والله. عشان بصي بيأمن لنا مستقبلنا ازاي؟ أيوة. سايب لنا بضاعه ب 20 مليون جنيه. الله يرحمك. الله يرحمك يا بابا. يا رب فتح على خير. ايدك 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 يا استاذ محمود. يلا يا يلا هات الفلوس، هات المخاطرات، هات البضاعة. يلا ماشي.